طبعا اسهل حاجه عندنا في مصر انك تطلع تقطع في شيكابالا وتطلع تقول شفت التربيه بتاع شيكابالا والكلام الكبير من ناحيه ان شيكابالا لعيب كبير ومفترض ان هو يكون عنده انضباط ويحافظ على اعصابه، بس لو كلمت بالمنطق هتلاقي والله ان شيكابالا نوعا ما طبيعي جدا رد الفعل اللي عمله، وطبيعي جدا الرد اللي هو عمله على الراجل اللي شتمه. الفكره يا جماعه مش فكره جمهور شتم شيكابالا، فكره ان في شخص مختل شتم شيكابالا اثناء تغييره، اللي هو شيكابالا طلع عارفاه من كالدرون اساسا ان هو مغيره وسايب اوباما، لا واحد برده بره مفترض ان هو بيشتمك ومفترض انك تقول للناس على راسي. يا جماعه كابتن عماد النحاس لما اتشتم الراجل اتعامل معاها بطريقه دبلوماسيه شويه، حاول ان هو قال لهم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه رمضان كريم الموضوع مش مستاهل، فالراجل اللي شتم كابتن عماد اتكسف، انما شيكابالا طلع قرفان من كالترون وطلع قرفان من كل اللي حصل في الملعب وانت جاي بتشتمه، فالراجل قال لك على الجزمه. زي محمد طلعت مثلا لما اسامه نبيه وهو طالع قال كلمتين فمحمد طلعت رد عليه. يا جماعه في كواليس تانيه بتحصل غير الحاجات اللي بتتقال في السوشيال ميديا، في ناس صعب جدا انك تتحكم في اعصابك ومشاعرك قدامهم، يعني 90% من الناس اللي طالعين يتكلموا على موقف شيكابالا والتعامل غير اخلاقي كلهم لو كانوا مكان شيكابالا كان عملوا نفس الفعل، بس المشكله كلها ان انت عايش في بلد فيها ساركازم كتير، فيها شويه ناس بتتكلم حاجات عكس اللي هي بتعملها، بس ما تفهمش فيه ايه بالظبط علشان خاطر انت عايش في بلد زي ما اتكلمنا ملهاش معايير ولا لها اي حاجه. فكره انك تحكم على شيكابالا ان شيكابالا محتاج يتوقف علشان خاطر التصرف ده كان غير اخلاقي، اللي هو يا جماعه طب ما احنا بنفترض ان احنا بنتكلم حوالين الدوري المصري من غير جمهور، فالجمهور اللي دخل وشتم ده دخل وشتم ازاي؟ ما تفهمونا طيب قبل ما تقعدوا وتتكلموا على معاقبه اللعيبه، عاقبوا انفسكم الاول انك مفترض ان دي مباراه من غير جمهور. فكره ان انت في جمهور بيحضر يبقى دي مشكله اتحاد الكوره مش مشكله لعيب ان هو اتشتم من الجمهور فرد على الجمهور. انا اهلاوي بس انا مش مجنون علشان خاطر اطلع دايما اقول بلا بلا بلا. انا كنت بتكلم على شيكابالا في المواقف اللي بيقف فيها مع مرتضى، كنت بتكلم على شيكابالا في المواقف اللي كنت بحس فيها ان هو مضحوك عليه، بس ده موقف عادي جدا رد فعل لاي لعيب ممكن يعمله في الكوكب كله، بس علشان خاطر هو شيكابالا واحد من اكتر اللعيبه في مصر التعامل بطريقه عنصريه، فالمشكله كلها ان الناس بتبقى واقفله على الواحده، ولما الناس بتبقى واقفلك على الواحده في بلد زي مصر اعرف ان هم هيجننوك هيخلوك ان انت تكون الازمه فيك، وانت لما تتشال المنظومه هتنضف. لا شيكابالا لما يتوقف المنظومه مش هتنضف، شيكابالا لما يتم الدوس عليه علشان خاطر في جمهور حاضر في المباراه ما كانش لازم يحضر فيها جمهور هو ظلم. انا اهلاوي اهلاوي جدا، بس انا شايف ان احنا مش لازم نتكلم بتطبيل او نتكلم بطريقه معينه علشان خاطر الناس يعجبها كلامنا. لو انت ما كانش كابالا كنت هتعمل ايه في الموقف اللي انت كنت فيه؟ طالع عرفان مديرك الفني شخص سخيف بيستمك وانت مش عارف هو بيشتمك ايه، فقول لي انت لو ما كانش كابالا كنت هتعمل ايه؟